هكذا تقلي أمي الفطر من الغابة. ممتاز. السلام عليكم، اسمي لودميلا. готуємо картопельку. Вчора ходила по грибочки. اليوم سنحضر بطاطس بالفطر. Зробимо картоплю з грибами, тільки зверху на плиті, не в духовці. على الموقد. ليس في الفرن، على الموقد. ماذا نفعل؟ نقطع البطاطس. أمي تقطع بسرعة. نقطع البطاطس مقشر. نعم. واو واو واو، ما هذه الاحترافية؟ وكذلك بصلة. بصلة. وهنا أصدقائي قد حضرت أمي. أولا قالت على المقلاة الفطر، وعندما يكون الفطر جاهز 50% تضيف أمي بصل، وكذلك هنا ملح وفلفل. هكذا يجب أن تقلو فطر بالبصل، أولا فطر بعد ذلك تضعون البصل. هذا جاهز، ملح وفلفل. وهكذا أمي بشرت الجزرة. وثوم. وثوم. واو. وتضيف بعد الفطر. واو واو. بما أنني لا أكل اللحم، فالفطر مثل اللحم بالنسبة لي. ونسكب الماء. تبلا؟ نسكب الماء الدافي قليلا. والملح. بارد. والفلفل الأسود المطحون. ورق الغار، ولكن أمي تضيف ورق الغار مقطعة. يعني مطحون. هكذا سنسلق. سنسلق فوق النار على الموقد. ماذا هنا؟ ما شاء الله. سكيلك приблизно було тут. تقريبا. هذا البطاطس بالفطر كان على النار تقريبا لمدة نصف ساعة. ما شاء الله. كذلك يمكنكم أن تضيفوا إلى هنا مثلا بعض التوابل، بعض البهارات. ما شاء الله. شكرا جزيلا لك أمي. وكذلك يمكن أن ترشوا بالبقدونس أو شابت أو أي شيء. وهنا سلطة أيضا، سلطة من الخيار المخلل والبصل والملح والزيت. كم هذا لذيذ. شهية طيبة. شكرا.